السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الأحوال؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. معكم قناة أرتي فاشن، قناة مختصة في كل ما يخص الموضة. لأول مرة يزور قناتنا، أتمنى منه أن يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا أعجبكم الفيديو، اضغطوا على زر إعجاب وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأقارب. اليوم اخترنا لكم فيديو مختص في العبايات الخليجية، جميع أنواع العبايات الخليجية. نجد عبايات رائعة من الحرير سوداء سيمبل، أو عبايات مطروزة باللون الفضي أو النحاسي أو الذهبي أو غير ذلك لتناسب كل الأذواق. كذلك نجد العبايات من الكريب السعودي المعروف بمقاسات مختلفة، تبتدئ من اللارج إلى 4X و5X لتناسب كل المقاسات. تابعوا معنا الفيديو للأخير، وأتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولأي استفسار ممكن أن تتركوا لنا في التعليقات، وشكراً.